اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شب تي في، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء، من شوارع مدينه الدار البيضاء، بالضبط من درب عمر. كما كتشوفوا من هنا الزبال في كل مكان، حتى امام المدرسه هنا كتشوفوا، يعني حتى الاشغال ديال الطرام ما حتى كتعطل حتى هي، وهي كتجمع الزبال. الشمال هذه ما حتى كتعطل، الناس كتلف فيها الناس بها. أصحاب المحلات كيسالو من السلعة ديالهم، كيحيدو من الكراطن والميكات، كيلوحوهم في الكراطن يعني تعطلات ما حتى ما والو. تم السكينة شاية والناس كتلوح. الأشغال ما حتى تعطلات، ولات طريق ديال الطرام مزبالة. كنت سرعات هاد الأشغال وكملوا هادشي ديالهم والطرام كيدوز، ما يكونش هاد الحالة هادي. هادي غير واحد شوية من بزاف اللي كاينة في درب عمر. شويه بزاف اللي كاين هنا، شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى حين باشر آخر إن شاء الله.